مرسيدس قالت يلا خلينا ندخل على المستقبل وضبط ماري. فهذه سيارة الفيجن اي كيو اس من نفس مرسيدس بنز تم الاعلان عنها. خلينا اعطيكم فكرة على الاشياء اللي قالوا هذه السيارة تقدر تسويها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم باسل السيف، وهذه سيارة الفيجن اي كيو اس. خلينا اول شيء نبدأ بانه هذه السيارة تقدر نقول مبدئية للمستقبل، فيمكن السيارة النهائية تكون بالفعل زي هذه أو يمكن يكون عليها بعض التغييرات. تلاحظوا السيارة من جوا قاعدة تطلع أنوار وتعطي مود أمبيانس خاص فيها، والشيء هذا أيضا قاعد يصير من الجريل الأمامي اللي هو الجهة الأمامية. هذه الجريل الأمامي في مجموعة حساسات وكاميرات ولمبات جدا كبيرة، ولو تلاحظوا نفس اللمبات قاعدة تطلع إيماءات وتطلع أنوار هي على حسب قاعدة تموجها. فكل مبدأ الإيديات والتحكم بالإضاءة والإنارات تحس أنك قاعد قدام شاشة ضخمة وليس قاعد أمام سيارة، وهذا الشيء اللي قاعدة تسويه نفس مرسيدس بنز في الفيجن إي كيو إس. فيجن كنقدر نقول رؤيتهم لنفس المستقبل، وقالوا بعام 2039 حيكون مستقبل مختلف تماما في السيارات. فالسيارات الكهربائية هي الأساس وهي حتكون أكثر سياراتهم طبيعة الحال. نتكلم على هذه السيارة والإمكانيات اللي موجودة فيها من ناحية الكاميرات الداخلية، من ناحية التكنولوجيا الداخلية، ومن ناحية التبني اللي جدا عظيم لهذه التكنولوجيا. فالسيارة يقدر يركب فيها 4 راكبين، هذول الراكبين كل واحد فيهم حيقدر يعطي وياخذ مع نفس السيارة بشكل منفصل كامل. يعني أنت كقائد المركبة تقول للسيارة تبي شيء، هي قاعدة تضبط المقود براحتها وتروح وتجي وتزور، واللي جنب السائق يطلب منها درجة حرارة مختلفة، واللي ورا يطلبوا درجة حرارة مختلفة، وتمشي الأمور تمام. الإضاءات حتى واستشعار الإضاءات مختلف تماما في هذه السيارة من نفس مرسيدس بنز. بنتكلم على الفيجن كيو اس، الجهة اللي ورا ملاحظين ما في أي شيء، كونها كهربائية كونها مستقبلية، وجمال مو طبيعي من ناحية الإضاءات وتبني الإضاءات في هذه السيارة. شيء ثاني، لو جينا وقربنا وشفنا مقود السيارة، مقود السيارة من الجهة الداخلية زي ما انتم شايفين مينيماليست، الموضوع ما يبان اي حاجة وانت مسكر السيارة. من يوم ما تبدأ القيادة بعدين هنا البانلات والمال بانلات تبدأ تطلع لك الازرار والاشياء هذه كلها. الاضاءات تتغير مع النمط، الاحساس مع وضعك، مع التعابير اللي تبغى تاخذها، قيادة ليلية رايقة، قيادة صباحية مختلفة، هذا كلها حتضبط مع نفس السيارة نفسها، وحتقدر تضبط هذا الشيء نفس الفيجن اي كيو اس. شوفوا يعني اول شيء الجمال ما شاء الله عليهم، مرسيدس بنز معروفة سيارة رفاهية وفارهة، وهذا الشيء اللي مختلفين لان هم قاعدين يضبطوا مستقبل السيارات المستقبلية حقت الرفاهية اللكجري وليس السيارات العادية. فمن السقف حتى خلنا نشوف السقف، خلنا أوريكم إياه، شوفوا كمية المكيفات والأشياء اللي موجودة، فتحات المكيف، وكل واحد له بانل مخصص، فأنت كراكب حيكون لك فتحة مختلفة عن اللي جنبك. لاحظين؟ يس، هذه كل واحد له جو، كل واحد من اللي يركب السيارة له جو مختلف فيه، جو خاص فيه بيضبط الأمور. فمرسيدس بنز نفسهم قاعدين يفكروا بهذا الأمر، ما في مرايات خارجية، عندك الكاميرا هي اللي حتحسس كل شيء وحتضبط الأمور. السيارة جميلة بكل المعايير بشكل جدا كامل. هذه الإي كيو اس أو الفيجن إي كيو اس من مرسيدس بنز. نهاية الفيديو، كل فيديو نشوف المستقبل حيقدروا عليه بالشكل هذا ولا حيكون أجمل. سبحان رب العالمين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل مجتهد له نصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.